جلس الحضور من نجوم الفن والثقافة والإعلام والفرح بعيونهم، يستمتعون بريبرتوار عندليب الأغنية العربية، يتساءلون من أين يبتدئون سرد حكاية هرم فني عاشق للفن وللطرب. كل واحد كيستمع مهما كان، كانت بنت كتقول كغني عليها، كان ولد كيغني عليه، فهذا شيء جميل جدا، فغنى للجميع. يعني عبد الحليم كان شديد الإحساس، شديد الإحساس بزاف، وحقيقة تخطف، كتعرفي على أن كما كيقولوا يعني حياته الفنية 22 سنة، ولكن ديك 22 سنة كأنها 2000 سنة. طبعا عبد الحليم حافظ هو ما كانش فنان مصري بس، هو كان فنان عربي والمغاربة كانوا بيحبوه، وطبعا الملك الحسن الله يرحمه بيحبوه. بذكر اسم حليم يحضر الطرب وتسمو الكلمة، ويسافر الإحساس بالوجدان إلى زمن الفن الجميل، زمن الأبيض والأسود. بديت بعبد الحليم حافظ، فبعد مرور الأيام لقيت راسي دائما أستمع لعبد الحليم حافظ لحد الآن، لحد الآن. وكانت انطلاقة الفنية بمدرسة عبد الحليم حافظ من خلال الأغاني، تقليد الأغاني. تدشين أكاديمية حليم إحياء لتراث فنان رحل بجسده لا بتاريخه، مبادرة لاستحضار أعماله الفنية ورصيده الغني. فكرة هي نبعث من هذا الاسم الخالد، الأسطورة الفنية الكبيرة اللي عنده جوانب كبيرة كثيرة في الشخصية ديالو، من غير الفن المعروف والإبداعات ديالو اللي بقت قحية 45 سنة من بعد وفاته. كدكتورة وكبروفيسور يعني خدمت مع المرضى أمراض مزمنة، وعبد الحليم كان من أمراض اللي عندهم الناس عندهم أمراض مزمنة، وكان كيتحدى هذا المرض، كيتحدى باش الفن بالإنسان وبالعطاء اللي خاصنا نعرفه، بأن المكان نعطيه كما عطى كناخده. تدشين الأكاديمية بداية لبرنامج لقاءات ثقافية وعلمية حول تراث عبد الحليم حافظ ونقل المعرفة وتبادلها للتعريف بأعماله للمواهب الشابة. رحل حليم عن دنيانا، لكن إبداعاته لم ترحل، كما لم ترحل ذكرياته في المغرب، البلد الذي غنى له وتغنى به في حله وترحاله. فدوى المرابطي، قناة الغد، من مدينة الدار البيضاء.